أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن من أتى بعمل كفري في الظاهر مثل رمي المصحف أو الركوع لشخص فإننا لا نكفره حتى نعرف ما في قلبه، ويستدل بقصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى الألواح وهو غضبان، فهل هذا القول والاستدلال صحيح؟ يا أخي أنت يمكن تعلم ما في القلوب، نعلم ما في قلبه، من يقول هذا؟ هل أحد يعرف ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ نحن نحكم على الظاهر، أما ما في القلوب فهو إلى الله، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، وأما ما في قلبه هذا نكله إلى الله عز وجل. وهذا غير أنه يناقش ويبين له الحق إن كان خافيا عليه أو غامضا عليه، هذه شيء، مسألة أنه يناقش هذا شيء آخر. أما أننا نقول لا، لازم نعلم ما في قلبه، ما حد قال هذا من أهل العلم، إنما يقوله المتعالمون والجهال. العلماء يقولون يناقش، ربما يكون عنده شبهة، ربما يكون مقلد نحد يحسبه على حق فيبين له. أما أننا نقول لا حتى نعلم ما في قلبه، إذا أنت تعلم الغيب، صرت تبي تعلم الغيب، صرت شريك لله عز وجل في علم الغيب، من يقول هذا؟ نعم.